الأوكرانية، عدد كبير جدا من الطلاب يتواجدون الآن في الحدود الرومانية، كما نرى حشود كثيرة من الطلاب والأجانب بصفة عامة. تولوز تتساقط على الطلاب في هذه الأثناء، السفارات ننتظر السفارات، تدخل السفارات في أقرب وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نرجو من السفارات التدخل في أقرب وقت، الجو بارد جدا هنا، عدد كبير جدا من الطلاب الأجانب، تعامل سيء من الشرطة الأوكرانية، يطلبون من الطلاب الأجانب الرجوع والعودة بعد ساعتين. نرى عدد الحشود هنا، عدد لا يمكن إحصاؤه. نسمع الآن تكرير Can you listen to us? اللهم اطلق بهذه الناس يا رب. يا رب ان شاء الله حبيبي. السلام عليكم.